طيب مساء الخير لكل الحضور. و يعني مهما زول يتكلم بسعادته ما حيقدر يوصف انه الناس ثاني تلمت يعني في كنف وتحت يد ورعاية أستاذنا ما بكر صديق، ربنا يمتعه بدوام الصحة والعافية إن شاء الله. ومزيد من الأفكار الجديدة النيرة المتجددة المختلفة يعني سعيد بالشباب والأخوان. نحن الليلة دفعة واحدة ودائما حنكون دفعة واحدة، كل زول بيعرف بدفعته إنه في الدفعة الكم، لكن اللمة دي هي يعني بكل الدفع. فشكرا جميلا، وإن شاء الله موعودين بأيام جميلة وبمنتدى مختلف تماما لمحتوى اللي حيكون فيه، وإن شاء الله فكرة جديدة في المنافسات، أجيال جديدة، أصوات جديدة، أفكار جديدة، كلها بدعم ووقفة أستاذنا بابكر وكل الدفع وكل الشباب. حنشد من أزر أي زول يعني، ما عشان نحن ناس كبار وبقينا فنانين لا والله، لكن عشان نحن مرينا بالتجربة دي وحابين إنه نقدم أي مساعدة أو أي حاجة حتى لو كانت يعني معنوية لأي زول قادم. فشكرا جميلا، وإن شاء الله المنتدى مستمر بإذن الله. شكرا. حنغني أحلام الحب للراحل عبد العزيز محمد داود. دفعة 18 اسلو
حبيبي أسلو هواه حياته أسلوك يا حبيبي أسلو هواه مهما تراني جنون ما أنا ليل غار صادي لو في Yeah.